منتخب الشباب ويقترب الجهاز او يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الشباب بقيادة المدير الفني كابتن وائل رياض موعد القرعة الخاصة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 وتحديد ما إذا كان هتقام البطولة بنظام منطقة زي مثلا منطقة شمال أفريقيا ومنطقة وسط أفريقيا أم ستقام التصفيات وفق قرعة مفتوحة وغير موجهة من الناحية الجغرافية. وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم تأكيدات من الكاف مواعيد انطلاق تصفيات مؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب التي تقرر أن تبدأ منافساتها في شهر أكتوبر المقبل، وتكون بطولة أمم أفريقيا هي المؤهلة بدورها إلى كأس العالم للشباب. كل التوفيق لمنتخباتنا إن شاء الله.